أن الضابط المكلف بالمهمة فتش سماحة السيد ومد يده إلى جيبه وأخرج 10 دنانير كويتية ووجه إليه تهمة، والحال أن الضابط ينبغي أن يقول له أنه عليه أمر إبقاء قبض، وليس له أي حق بأن يهين أو يخلع عمامته لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. التهمة التي وجهت إليه هي حيازة 10 دنانير كويتية ما يعادل 40 أو 35 دولار، وهو متهم بالمتاجرة بمادة أسطورية. هذه المادة أسطورية، خليها في بالك وخليها بين قوسين، تسمى بالزئبق الأحمر، والمتاجرة بهذه المادة ستؤدي إلى دمار الاقتصاد، وأنتم جايين من إيران حتى تدمرون اقتصادنا، هذا اللي جاي بيه سيدنا، ويهينا ويخلع عمامته ويشتنا. الداخلية أصدرت بيان توضيحي. ما هو البيان التوضيحي؟ طبعا الداخلية بدون وزير الآن. فالبيان التوضيحي أنه سنشكل مجلس تحقيقي، وهذا السيد الآن قيد التحقيق. أولا، كان الأولى بكم أن تلاحقوا لصوص الدولة الذين يسرقون منذ 16 عام ويأكلون ويقضمون مال الله قضم الإبل لنبتة الربيع ولا أحد يحاسبهم. وأنت هذا الضابط اللي مسوي نفسك رجال ومديت إيدك على عمامة رسول الله وخلعتها، أنت طلبت من السيد أن يخلعها وهو خلعها، وأنت كان بأمرك أنه تخلع هذه العمامة، والله العظيم النبي الكريم لنخلع عيونك من جمجمتك، والله العلي العظيم لنسوي راسك نفاضة مال جقاير، والله العلي العظيم لنسوي بيك مصيبة وكارثة ونسحلك أنت. شوف بس ركزوا وياي والمجموعة اللي طلعت وياك، أنتم وعوائلكم ومن وراءكم ومن صدر الأمر ومن لم يستنكر، نحن نعتبر تعرضكم لعمامة رسول الله تعرض للنبوة وتعرض للإمامة وتعرض للمرجعية وتعرض للقيادة، وكل عمائم العالم الآن أهينت. واسمعها مني جيدا، والله وبالله وتالله لنسويك عبرة لمن اعتبر، أنت ومن بعثك، أنت ومن أيدك، أنت ومن رضي بفعلك. وإحنا قلنا وأكو مجاهدين ينفذون، وإذا البصرة ما بها زلم المحافظات الأخرى بها زلم، وإذا البصرة ما بها رجال العالم الإسلامي الشيعي كل رجال، والله وبالله وتالله لتصير فعلتك عبرة إلك والعمامة إذا راضين عليك ولكل من طغى وتجبر مثلك. يا سافل يا تافه يا فاجر يا غادر يا ماكر يا جبان تتعرض إلى عمامة رسول